اللي اخذ سيارتي هو ابن اهل الناصريه من سوق الشيوخ سابقا، مسلم سيارات وكان محكوم على تسليم السيارات، يداوم بالعتبه الحسينيه. وهذا المكان اللي تسلبت من عنده بهاي النايم من القصبه هاي. قال مستمسكاتي، موبايلاتي، جوال، قلت له السياره واللي بيها شلون راح نرد لك؟ كان يقول هي بس هي مفروضه ب 30 ورقه. اعطينا 30 ورقه وخلنا نرجع لك السياره. 22/12 طلعت من البيت عندي سيارة جكسارة متوجه على طريق الحولي، أريد أروح للصيدلية لأن بنتي كانت طبقتها مريضة. لحقنت للسيارات اثنين بيض ووحدة سوداء، تبين هم مرابطين بالتقاطع مع سيد إسماعيل. فمن اجيت أنا ما أدري ولا أعلم، وصلت هنا مقابل هاي القصبة. شوف هاي القصبة هاي، وصلت مقابل هاي القصبة. اجتازني من اليسرى وعرض قدامي. فمن عرض قدامي السيارة الأولى نزلوا من عدة ثلاثة أشخاص، الثلاثة هم مسلحين. زين. باوعت الواحد من عندهم، واحد من عندهم أعرفه اسمه مرتضى. جاي للمعرض مشتري سيارة، وهذا يثبت على هذا الكلام هاي المكاتبة. يعني ما عندي أي معرفة به سابقة، ابن عدم يجي بس المعرض، لا عندي بيع شراء ولا عندي كل شيء. باوعت له هذا مرتضى. لما نزلت المرتضى انا عسبالي الشقه وياي، شو ما حسيت له نزل مكلم دورت لي كلب سلاح. قاموا يقدمون علي، انا احكي صراحه من شفت الحكي هيك خليته شردت بين السيارات اللي واقفات ورا سيارتي. صاحبه قال له لك اضربه لك، قلت له لك هذا عرفنا، ضربني اربع طلقات شتت بهاي القصبه. شتت تملخت كل جسمي. وهذا عندك شهود على هذا الحكي؟ هذا الحكي دخلت على ذول الجيران اللي ورا القصبه. قلت لهم عم مروت الله مروتكم، ذول الناس سلبوني. بس طلعوا الجيران اخذوا سيارتي وطلعوا قبل. وراها شنو صار؟ اشتكيت شنو صار؟ وراها طلعت قبل وين؟ طلعت المكتب سرقة السيارات. زين. صحت لسيدة انا سيارتي سلبت. زين. لقيت الضابط قاعد رجل على رجل، كان يقول لي بابا روح وين؟ شلك بالكلاوات هاي؟ تعرف اسم الضابط؟ سيارتك سلبت. لا والله ما اعرف انا بس اسم الضابط. المهم قال بابا روح شلك بالكلاوات سيارتك سلبت هذا. ظليت من الساعة 11:30 يعني من تسليبها، ولما وصلت مكتب سرقة السيارات كان يقول له روح اشتكي بمكتب، روح اشتكي بالفوج الأول. رحت للفوج الأول قال عم احنا مو علينا هذا الحكي مالتك، مكتب سرقة السيارات احنا علينا جنط موبايلات هذا مو مال سيارات. رجعت لمكتب سرقة السيارات قمت أصيح الله أكبر، ليش سيدي ما شكيني؟ المهم ولا استجاب للضابط ولا طببني ولا شكاني. اكو شخص جزاه الله ألف خير هم منتسب قال عم ايش بيك تشرح لي صارك صارك من ذيك الساعه لهي الساعه؟ قلت له سيارتي سلبت ومكتب سرقه سيارات ما يرضى يشكيني. قام اتصل على مركز فريحه على عقيد نصير قال يابا هذا شخص مسلب السياره مالته واريد تثبتون حقوقه، اثبت له هاي الشكوى. توجهت لمركز فريحه واللي هو يم عقيد نصير، اشتكيت يمه. قمت الشكوى وين؟ مركز فريحه. ورا 10 ايام انضمت الدعوه من قبل ضابط بالمركز فريحة، ضموا الدعوة. ليش؟ لأن أكو واحد من عندهم عرف هسه جاي يحكي لك أنا وهذا، ويثبت بهذا الفلاش يقول أنت عد من اشتكيت؟ عد علي سجاد؟ لو عد علي الأكبر. قلت له لا أنا اشتكيت عد علي سجاد. قال لا أخاف عد علي الأكبر. قلت له لا علي سجاد. كان يقول هاشم هذا الموضوع نخلصك من عنده وانتهي. قلت له إيه؟ كان يقول هي بس هي مفروضة ب 30 ورقة. اعطينا 30 ورقة وخلنا نرجع لك السيارة. زين اعطينا 30 ورقه خلنا نرجع لك سياره. ما اعطيت 30، بقيت قايم على الشكوى. خليت المحاميه مالتي ست اسراء جبوري. زين خليت المحاميه مالتي ست اسراء جبوري. تحولت الدعوه من مركز فريحه الى مكتب سرقه السيارات. زين خليت هاي المحاميه يومين وخابرتني. كان قال لي هاشم تعال علي. رحت يم المحاميه والله كان يشيل جنطته تشمرها هيجي على كرويته. قلت له هاسه تشبيك؟ كان يقول لي هاشم دعوتك مبيوعه ومبيوعه بفلوس تقال. وبناء على هذا الحكي هذا طلب. هذا الطلب تسجيل مكالمات بين يربط بين يثبت هذا الحكي هذا. شوف بابا ورا ايش كثر يلا صدر لي بها امر قبض السياره.
طلب المكاتبة جبت المكاتبة، طلب العادية جبت العادية. هنا قاموا النوب السلابة هم نفسيتهم قاموا يشتكون عليه دعاوى كيدية. طلب من عندي ضابط الدعوة قال لي أريد فلاش تسجيل صوت للمجرمين اللي سلبوا سيارتك ويردون من عندك فدية. قلت له إيستاد راح أعطيك بفلاش وأجيب لك إياه. حطيته بفلاش، رحت المكتب سرقة سيارات، طبيت قعدت بالاستعلامات قلت لهم يابا أنا جاي على النقيب على مود الطيف، هذا الفلاش يثبت حقي بين جاي يسامونني على سيارتي. قال قلوا له خليك قاعد بالاستعلامات. قعدت تقريبا نص ساعة ورا النص ساعة ما حسيت لأن رجلي ودي مكلبشات. يا بشكو قالوا والله أنت مطلوب المركز الوفاء. يا بعلي من قالوا والله واحد من دول الناس اللي أنت مشتكي عليهم أنت جاي ساعد دراجة وضارب بيته قاموا عليه بدعوة على سلال. يعني هم صدروا أمر قبض بي وذبوني بالسجن 15 يوم وأنا المسلب وحلال رايح، ما حد وقفهم ولا أبد ولا حد. وكما أقول لك هسه الله شاهد رسوله. وهاي الكاميرا، شوف هاي الكاميرا، هاي الكاميرا هي تثبت حقي. عمك فضل على الكاميرا زين. هاي الكاميرا هي تثبت حقي، هاي تبث بعمليات كربلاء. زين عندك بعد شيء تقوله؟ انا بالنسبه لي انا ناشد، يعني ناشد كل انسان طيب هنا بكربلاء اللي هو محافظ كربلاء وقائد عمليات وقائد شرطه يعيدون التحقيق ويا ذول الناس المجرمين، لان هاي عصابه متواطئه هنا بكربلاء. وسابقا اللي اخذ سيارتي هو ابن اهل الناصريه من سوق الشيوخ، سابقا مسلب سيارات وكان محكوم على تسليب سيارات. زين ويداوم بالعتبه. حلو. يداوم بالعتبه، بالعتبه الحسينيه. حلو. وقايم شكوى بالعتبه الحسينيه. وهم راح ضموا الدعوه. زين شو اسمه هذا؟ زين؟ شو اسمه؟ يلا. هذا اسمه مرتضى محمد الرزيج الغالي. زين. القصه سمعتوها، انا خليتها تحكي وحده براحته. هاي القضيه وهاي القصه معروضه امام القضاء في مدينة كربلاء، محكمة استئناف كربلاء وسيادة قضاء شرطة كربلاء، وأيضا حق الرد مكفول كل من ورد اسمه بهاي القصة، وهاي كل الأوراق وتسجيل مكالمات والكاميرا الموجودة. أما الضباط أيضا ما هو الدعوة، فهذا أيضا الموضوع متروك إلى السيد مدير الشؤون عميد خضير لإجراء تحقيق بهذه الدعوة وزيارة المراكز اللي ذكرها المواطن. شوفكم خير وشكرا جزيلا.